صباح الخير مشاهدينا الكرام. مشاهدي شفتي في مباشرة معكم من شارع الياقوت، يعني واحد صاحب الدراجة النارية من نوع 33 كيتربص بالمارة، دخل انتردي، دخل انتردي مع الشارع، اصطدم سيارة الأجرة. درجة 33 السريعة دخلت سيارة الأجرة في هذه اللحظات، يعني عنده إصابة في جهاز التناسلي ديالو. رئيس فرقة الدراجين طلب من كاميرا مراقبة باش ترجع يشوفوا شكون اللي فيه لافوت، يعني شكون اللي دار التدخل وشكون اللي تسرع باش دخل في الطاكسي الأحمر. يعني الشهود قال لك جاي بواحد السرعه الدراجه الناريه دخل في الطاكسي الاحمر، يعني الاتجاه واضح، يعني شو الطاكسي الاحمر جاي من الياقوت على اليمين، عنده اليمين ديالو ومن طونطرور دخل في الانتير، يعني في الاتجاه المعاكس هو جرب راسه غالبا غيكون روشاش. درجة طونطرور خطيرة جدا جدا. مشاهدينا الكرام، الى هنا ينتهي البث على اللقاء.